المساعد الثاني نور الدين ابراهيم هو الحكم الرابع. ديورا واسترجع من بودعو 20 جوان ولكن في اخر لحظه اجلت. بوداوي زفان وبعد ذلك مالي في اختبار ولك خطا. تغطيه ممتازه عوده ترجع الكره للمنتخب الجزائري. بوداوي امامه محرز. بوداوي من جديد ينتظر المسانده. يتمكن بوداوي يلعب كره من بورتو وحاليا انتقل الى الهلال السعودي. واحد من احسن سجل بونجاح وبالليلي بركله الجزاء وسجل الدولور الغائب. اللي متعادله بين المنتخبين في قمه. يعود بونجاح. بوداوي كره خاطئه من هناك للمنتخب الجزائري. بوداوي كره من محرز. بوداوي في الوسط قوه كبيره من محرز. تلعب الكرة على مرتين الركنية له إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2001 الانتصار 26 أو عدلان هايلة ولا مباشرة لا لم تمر الكرة وشباب البادغة يحاول موسى يحاول مرور أمام محرز في وضعية من جينيبو يحاول في هذه الكرة من جديد محاولة المرور داخل منطقة العمليات. الضغط على حامل الكرة تبادل الكرة ممتازة العملية. بوداوي خرج الكره من